راه ما عندنا لا حكومة لا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى والدينا. رمضان هذا البركة والله العظيم اخويا، عايشين بدي الله وصافي. كنتقاتلوا ونتقاتلوا مع القوت، ولكن دابا راه صافي بقى انتحار بقى الموت. انا ما كنعرفش شنو هو رئيس الحكومة، من الصغر انا ما كنعرفش شي حاجة سميتها رئيس حكومة، كنسمع انا هذا ولكن ما كنعترفش بهم، كنعترف بحكومة وحدة، رئيس حكومة وبو امي هي دارنا، هذاك هو رئيس الحكومة اللي كيصرف عليا. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم وكل عام علينا وعليكم ان شاء الله بخير والرباح ان شاء الله. ما هذا رمضان هذا البركة والله العظيم اخويا، عايشين بدي الله وصافي. كيجاوك الأثمنة اخويا؟ بزاف الأثمنة، راه بزاف هاد الناس راه جاعوا، راه بزاف اصاحبي، راه غنوليو نشفروا الخضرة، غنوليو نشفروها، كنا كنشريوها بخير وهانية، ولكن راه بزاف هاد الناس. بطاطا دايره ما عرفتش 140 240، وبصله 240، معطيشه 300، بصله 300، العدس كلشي زادوا فيه ويزيدوا فينا حتى حنايا، ما يزيدوش فينا حنا. ولكن غزونا صيفطونا الحبس، ترى بزاف اخويا. راه كل الحكومه المغربيه اخويا المسؤولين، واش نقول المسؤولين؟ المسؤولين راه من الشكاره، راه عاولينا، راه عاولوا الفقراء مساكن، اعاده هيكله، تهلاو في الدراري، تهلاو في الناس، حشومات كيدخلوا الصرف، كما كانوا شا كيدخلوا الصرف، راه السياحه راه شبعانين صرف، شبعانين فلوس. في رمضان كيتزادوا المصاريف. طبعا طبعا في رمضان راك انت عارف العائلات المغربيه تمول الخير كتقاتلوا، واخا الفقراء وهادي راه كنتقاتلوا، كنجيبوا القوت ديالنا باش ما كان، ولكن راه بزاف علينا هاد العام هذا، راه بزاف. كنا كنتقاتلوا ونتقاتلوا مع القوت، ولكن دابا راه صافي بقى انتحار، بقى الموت هو اللي يبقى. لما تكون هاد الزياده شحال كان كيكفيك باش كتقبل نتايا؟ 400 درهم كنعمر بها كفوانا، 400 درهم. لا 400 ودابا خاصك 6000 ولا 7000 ريال، 100 درهم مابقات كدير والو، مع كتجبد كتصرف. هو الحوت دابا داير 600 درهم، والسردير داير 400 درهم. هو حنا بلاد هاد الحوت، بلاد السردين وبلاد كلشي، فين فين كيديو هاد الحوت اللي حنا يبيعوه لنا ب 400؟ اخبارك مطيشه في الصبليون دايره 160 ريال، ما كاملاش واحد اورو في الصبليون، وحنا كنشريوها ب 260، كنشريوها ب 2 اورو، 2 اورو ونص. راه بزاف هاد الناس هادو، اش بغاو؟ بغاو ينوضوها، غادي للحبس، غادي للحبس، لو ما مشيو على شي حاجه ديال بصح. ولكن راه بزاف اخويا، راه ولاد الناس مساكر، راه بنادم مقهور. انا ما كنعرفش شنو هو رئيس الحكومه، من الصغر انا ما كنعرفش شي حاجه سميتها رئيس حكومه، كنسمع انا هذا ولكن ما كنعترفش بهم، كنعترف بحكومه وحده، رئيس حكومه وبو امي هي دارنا، هذاك هو رئيس الحكومه اللي كيصرف عليا. هما هادو راه كيصرفوا على راسهم، كدبروا على راسهم، يقراوا ولادهم في كندا وفي الصبليون في امريكان، وحنا راه كنقراوا ولاد الشعب المدارس عاديه، وزادونا بهادشي هادشي بزاف هادشي. البطاطا 300 درهم، البصله 260. هو هاد رئيس حكومه ما كيشوفهاش كيديرها، كيجيبوها ليه حتى للدار، ما كاينوش عليها ثمن النعاس. وشنو راه بزاف هادشي، راه يا نعيشوا يا نموتوا صافي. قول لنا هو بزاف. والصبليون، الصبليون واحد الوقت كنسمع انا كانوا كيعطيوها مطيشه ولوحه في الزنقه، هما دابا ولات عندهم رخيصه، دايرهم كامله تاع اورو، وهنا دايرهم 300 درهم. راه بزاف بزاف هادشي. المغاربه بمناسبه رمضان اخويا، المغاربه مبروك عواشر وديما فرحانين حنا، واخا هادشي اللي طاري والحمد لله، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، ما كنطلبوا لا حكومه لا والو، هاي طلقونا نبيعوا ونشريوا مع راسنا وندخلوا الصرف ديالنا. مشي غدا تغدا جيتي الرئيس وعطي البنادم بطاطا دير لها 300، مطيشه دير لها 260، انت ما كنت باغي تحكم على دوله كامله؟ يعني راه بزاف. وكيشجع، ونزيدك واحد القيطه عاوتاني، كيشجع البيع والشرايه عاوتاني على هذا الشيء. هما كيجيبها رخيصه وحنا كنسحبوها باقا غاليه، هو كتمشي عندك كيقول لك 260، وانا جايبها ب 100 درهم ما عرفت شحال جايبها. راه بزاف، راه ما عندنا لا حكومه لا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى والدينا، على هذا الشيء اللي داروا فينا راه بزاف. وجيب لنا واحد شبعان صرف، هو بعد شبعان صرف، اش خاصو؟ خاصو السلطه، مع
السلطة عطاوالي ها هو دابا شد معايا السيدة خويا والله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي غنقول شي قاعد هادوك اللي لاباس عليهم ومازال باغيين يزيدوا لاباس عليهم ما كيشوفوش ولاد الشعب والله ياخذ فيهم الحق غدا بينا وبينهم قدام الله سبحانه وتعالى راه بنادم كدير ليها رزقه كدير ليها شي لعيبه غدا قدام الله غتحاسب غيوقفك قدامه الله سبحانه وتعالى يقولك سامح لي ولا ما تسامحش لي وراه هادشي راه عرقنا عليهم وهادشي راه اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر راه ما كاين لا اخنوش لا احنوش لا والو كاين المغرب وجدودنا ووالدينا صافي كذب عليك كذاب ما كناش حنا ما كنعرفوش شنو السياسه اخنوش راه قربت لك ابويا قربت لك نقول لاخنوش راه قربت لك بديتي تعرك والله حتى قربت لك تولي هربان من المغرب وحتى شي دوله ما غتبقاش يهداك اسي باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس